الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اليوم كيف ما تتشوفوا مؤسسة السجل المحلي عين البرجة تحتفي بالموظفين ديالها بمعية الشركاء، الشيء اللي تأكد نجاح المندوبية العامة في مقاربتها التشاركية وانفتاحها على المجتمع بمختلف الأطياف ديالو. فكما تشوفوا اليوم الحضور الوازن للضيوف، وعلى رأسهم سيد عامل صاحب الجلالة على مقاطعة فداء مر السلطان، كذلك الحضور المتميز لجميع المصالح الداخلية والخارجية للعمالة، وكذا السلطات القضائية رئاسة ونيابة عامة، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وفعالية المجتمع المدني، كذلك الحضور المتميز لوسائل الإعلام الذين نتقدم لهم بالشكر الجزير. هذا خير دليل على نجاح المندوبية العامة في مقاربتها التشاركية. اليوم كذلك هو فرصة للتعبير للموظفين المندوبية العامة على كثير من الامتنان والعرفان على المجهودات التي يبذلونها داخل المؤسسة، وهذه الثقافة ديال العرفان اللي اعتدناها في المندوبية ديالنا انها ذأبت كل سنة الاحتفاء بالموظف المتميز والموظفة المتميزة، وكذلك بالموظفين المحالين على التقاعد. هذا تأكد على النجاعة ديال التدبير ديال الشأن السجني من طرف المندوبية العامة التي تمثل بالأساس في تتمين رأس مالها البشري من أجل أن يتوفق في إنجاز الاستراتيجيات المنوطة للمندوبية العامة. هذه المناسبة كنشكر سيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كنشكر سيد مدير السجن المحلي عين برجة على هذه البادرة وهذا التشريف، وكنشكر جميع الموظفين والموظفات اللي صوتوا عليا وثقوا فيا، وأنا جد سعيدة لأن تم اختياري بين الموظفات المتميزات لهذه السنة، وأتمنى أن أظل دائما جديرة بهذا التقدير والتميز. وشكرا. أود أن أشكر جميع الموظفين إخواني وأخواتي الموظفين الذين وضعوا ثقتهم في بجعلني الموظف المميز لسنة 2023، وهذا تحفيز لي لمزيد من الجهد والعطاء والبذل في سبيل تطوير هذه المؤسسة والقطاع برمته. وكذلك أود أن أشكر جميع الموظفين المتميزين في جميع المؤسسات السجنية، وشكرا. هذا بالنسبة لي أنايا هذا تتويج على ما كان يقوم به الموظف طيلة الفترة المهنية ديالو، وهذه المسألة أنها كتجي في الآخر ديال المسار المهني ديال الموظف كتتويج ولا كتعبير ضمني على ما قدمه هذا الموظف للمندوبية العامة إدارة السجون بشكل عام والإدارة المحلية ديالو بشكل خاص. وأنا من بين هاد الموظفين اللي قدموا الخير الكثير لهذه المؤسسة، فهمتي؟ وحتى المؤسسة هي ما بخلتش علينا بأنها زعما، وديما كانت ما كتبخلش المؤسسة. أنا جد مسرور على هذا الاعتراف اللي اعترفت به المؤسسة،
وهذا الوسام اللي تعطاني ديال سيدنا نصره الله، فهمتي؟ انا جد مسرور على هذا، وكنتمنى ان جميع الموظفين الاصدقاء ديالي كلهم يمروا من هذا من هذا من هذا الباب اللي مريت منه انا، فهمتي؟ لان ملي كيدير معك ملي كدير معك الاداره بحال هكا راه كتخرج ناشط، كتقول ان فعلا هاد السيد هاد الاداره راه اعترفت، كانت معترفه بيا وزادت اعترفت بيا. تسمحوا لي دقيقه الله يحفظكم.